لن تتخلص من حذائك المهترئ بعد اليوم. شعار رفعه الحرفي التونسي شريف أو فريقه من الشباب اليافعين المبدعين الذين تمكنوا بأفكارهم وأناملهم من إصلاح أعطاب أحذية قديمة وإضفاء لمسات إبداعية عليها. مشاورات تستغرق ثواني معدودات، ويصير حذاؤك بلوك جديد. كان أنت كشركة ناشئة بدأت بتقديم خدمات للسوق التونسية اللي شهدت ضعف ياسر في القدرة الشرائية بعد الثورة. العالم كيف شهد تلوث كبير بارش جراء الصنع الكبير وبطريقة سريعة للأحذية والمواد الجلدية. احنا زوز مشاكل هذوما خدمنا عليها وقلنا لهم حلول. قدمنا حلول للسوق. شنو هي تتمثل الحلول؟ تقديم خدمات في تجديد وإصلاح المواد الجلدية. يعني أنت الحذاء ولا الحقيبة ولا الساك بتاعك ما طيشهاش، تجيبها لكن أنت نعطيها روح جديد بمقاربة فنية وبيئية. يعني الحذاء ولا الصباط بتاعك ما عادش طيشه تو، نجم نعطيه حياة جديدة ما أجمل من اللي كانت عليه من قبل. ما أفسدته الأيام تصلحه الشركة الناشئة التي أسسها هذا الثلاثيني. ينهمك الجميع في محاولة لبحث حياة جديدة في أشياء قديمة. بفرشاة ودهان يبرز الحرفيون اليافعون مواهبهم التي باتوا ينافسون بها ما تبدعه دور الأزياء في العالم. من أهم الأهداف الكبرى في الشركة الناشئة بتاعنا كننتي هي تغيير السلوك الاستهلاكي للحرفاء. يعني الحريف يولي مسؤول مع المنتوج بتاعه، يولي يشري منتوجات مصنوعة بمقاربة بيئية، يولي يشري ويتسوق منتوجات مرس كلين، ما عادش يشري أحذية مصنوعين بطريقة الفاست فاشن. يعني ما باتت تحققه شركة كاننتي التونسية في عالم الأحذية جعل أصحابها يؤمنون بقدراتهم من خلال لمساتهم التي وثقوها في أجود ما أنتجته الماركات العالمية. كي بالأول جيني سبيدري نشوف نقول هذا سبيدري معناها ديريكت معناها باش يتلوح. كي نعاود نجددو انا بدي نقول شو ايديش خرجت، معناها نقول يعطيني الصحه ويعطي الصحه لكانت اللي وفرت فرصه ليا انا وللشباب باش نعملوا حاجات ياسر مزيانين، خرجوا المواهب نتاعنا باش نعملوا حاجات تحفونيه. ومع ما يشهده العالم من تغير مناخي وتلوث بيئي، تحاول شركة كاننتي التونسية أن تسهم بقدراتها المحدودة في الحد أو منع تفاقم الظاهرة من خلال إعادة الحياة إلى أحذية قد كان مصيرها القمامة.